كرمين في الكورة كده يعني فيها مجموعة حاجات. هبتدي من أول نقطة أنت ذكرتها عن عملية التحديد. ولما أنت ذكرتها ذكرت أسماء محمد علي، إسماعيل، وعبد الناصر. في حاجة مشتركة ما بين الثلاثة؟ سياسيين. سياسيين. إذا الحداثة والتحديث مسيس. مسيس يعني إيه؟ يعني اللي بيحدد أهدافه هو الحاكم السياسي، باشا، خديوي، رئيس. فلما بيبقى التحديث مسيس وجاي من فوق، أهدافه بتهتم بإيه؟ بما هو مادي، محسوس، ملموس، سريع العائد. فمحمد علي يهتم بأنه عايز يبني جيش، فكل حاجة تدور حوالين إيه؟ فيبعد نقول الحداد يدرس سبك المعادن علشان نعمل المدافع، وتبقى البعثات كلها مثلا بعثات تدرس كيمياء وفيزياء وحياة، ويعمل القصر العيني ويعمل مهندس خانة ويعمل. اذا خدنا من الحداثة اللي احنا رايحين ننقلها، خلي بالك اسمها ايه؟ حداثة. واحنا بننقلها يعني حداثة منقولة، لان اساسا الحداثة ضد الايه؟ النقل. النقل ده احنا رايحين ننقل حداثة، ونقلنا منها ايه بقى؟ لان الثمر اللي طلعت منها ثمار الحداثه، العلم، التكنولوجيا، الاله، السيستم، نجيب الجامعه ونجيب الدرجه العلميه والاسماء والالقاب، لكن المضمون تراث. نجيب ينزل الباشا من القلعه ويقعد في القصر، وبدل ما كان بيركب الكاريتا ويركب الخيل يركب المرسيدس، بس ما زال المضمون ايه؟ سلطة الفرد المطلقة، استبداد التراث. اذا خدنا من الحداثة ثمرتها، وتركنا الايه؟ الشجرة التي انبتتها. الشجرة اللي هي ممثلة في ايه بقى؟ حرية التفكير، النقد، حرية البحث العلمي، حرية الاعتقاد. هذه الأشياء قد نبتت من تحت إلى أعلى في قرون، فإحنا ما شفناش المشوار اللي هم إيه؟ مشيوا، اهتمينا بمحطة الوصول. من هنا أصبحت الحداثة عبارة عن إيه؟ مطلق. لما يجي واحد مثلا يكلمك عن أوروبا، بيكلمك عن أوروبا عصر الأنوار. فلما تيجي تقول له طيب والاستعمار؟ والغاز والاضطهاد، هذه اشياء تم ايه؟ لانك انت حولت الحداثه. اتفضل، في كرسي هنا وهنا وهنا، اتفضل، وفي كرسيين هنا ضيا مسيطر عليهم بيأجرهم. ايوه طبعا، احنا تقابلنا في ندوه امريكا بالعربي من يومين. اذا عمليه التحديث عندنا اللي هي في 200 سنة الأخيرة قايمة على إيه؟ إنها فوقية جاية من فوق، مفروضة بالقوة، مسيسة. أدي أول نقطة. النقطة الثانية إنها قامت على محاولة التوفيق ما بين ما رأته متناقضين، اللي هي الثنائيات اللي مالية الفكر العربي الحديث، اللي هي إيه؟ التوفيق بين الأصالة والمعاصرة، التراث والتجديد، القديم والحديث، ثنائيات لا نهاية لها. فقامت المعادة على محاولة التوفيق ما بين الجانبين دول، فتجد في كل المؤسسات التي أنشأناها ذلك التجاور، متجاورين، يعني لم يتم هضم التراث أو هضم ما أنتجه الآخرون، تراث الآخر، ونطلع حاجة إيه؟ بتاعتنا إحنا، بتاعت وقتنا. لا، ده إحنا جبنا الغزالي وحطيناه جنب كانط. في تجاور في المكان، في محاولة توفيق. بمرور الوقت مع كل هزيمة يحدث انتقال في تلك المعادلة، حتى وصلنا إلى 67. 67 أعلنت انهيار عملية الإيه؟ التوفيق ذاتها. كل مؤسسات الدولة الحديثة بقى اللي احنا بنسميها دولة محمد علي، كل مؤسساتها قايمة على عملية الإيه؟ التجاور. من أول بقى الجيش، الجامعة، القضاء، الفساتين،
عناوين المحلات، طريقتنا في الاكل، المساكن اللي احنا بنيناها، في عمليه التحديث قايمه على عمليه التجاور دي. نتيجه لانها مسيسه اصبح مشروع السياسي هو الاصل ومشروع المفكر اللي ايه؟ التابع. ماشي وراه. فصاحب المشروع محمد علي رفاعه الطهطاوي حاول يعمل مشروع اخر فكري، بس مشروع تابع لايه؟ لمحمد علي. لما يرضى عليه يعمل له المدارس، ولما يغضب عليه ينفيه لايه؟ للسودان. لما يرضى على جابر عصفور يعمل له وزير ثقافه، ولما يغضب عليه يرجعوا اسمها مجلس القومي للمرة. اذا المشروع المفكر مشروع ايه؟ انا مش دي مش سخريه من افراد. لا لا. ما هياش مساله خاصه بفرد. ليه؟ لان طبيعه المشروع الفكري تابع، فدايما بيعتمد على الدوله في تنفيذ. ما هو عايز يحقق حاجه رخمه. يعني ما هو جابر عصفور عايز، عنده حلم، عايز يترجم امور، ما كانش هيقدر يعملها من غير ال 10 مليون جنيه دعم بتوع سوزان مبارك عشان يعمل مجلس قومي للترجمه. بس هنا في عنصر بقى، ان اصبح المثقف عينه على الصوت. مش عينه على الصوت عشان يوصل لها، عينه على الصوت عشان عايز يحقق ايه؟ اهدافه. عمره ما راهن على الناس. ده بالعكس، قد يكون عنده وصايا على الناس. وصايا، لانك انت ايه؟ ما دام ما انطلقتش من الوعي بتاعهم، انت اللي تعرف هم ايه؟ ما يعرفوش. من هنا تجد عمليه الوصايا والبعد. كان الموقف ظريف جدا لما جم الاخوان للايه؟ للسلطه في السنه اللي هم جم فيها. فتلاقي بقى المفكرين اللي كانوا موجودين في الاهرام زي احمد عبد المعطي حجازي مده طويله، وانهيت عقودهم مع الاهرام. اتفضل حضرتك. وانهيت عقودهم مع الاهرام بقى هو ايه؟ في حيث بايس. هيعمل ايه بقى دلوقتي؟ اذا كان الدوله ذاتها اصبحت في ايد اللي هو كان بايه؟ بيهاجمها. والظريف ان جابر عصفور ذاته في شهر يونيو قبل ما يبقى وزير كان بينقد الخطاب الديني، وكان بيرد عليه وكيل الازهر عباس شمال. واول ما جه وزير وقف الايه؟ الموضوع دلوقتي بقى فيه موضوع احنا لازم يعني طب هنتصرف ازاي دلوقتي؟ ما لان الدوله بقى احنا قلنا عمليه توفيق. الدوله بتاعت محمد علي قامت على رجلين، لها الرجل بين قوسين، المدني مش عارف التحديثي بين قوسين برضه، العلماني الان، وفي رجل تانية اللي هي ايه؟ الدينيه. اللي ممكن ناخد ده النموذج بتاعها الشيخ المعمم والافندي ابو طرقوش. فالركنين دول الدوله دايما بتمشي بيهم. فلما جت تواجه الارهاب في سنه 90 نفس الحكايه، تطلع وزاره الثقافه وتطلع سلسله اسمها سلسله المواجهه، وتطبع كتاب علي عبد الرازق الاسلام وصول الحكم. فالرجل الثانيه تقوم مطلعه ايه؟ ملحق مع مجله الازهر في الرد على ايه؟ على الاسلام واصول الحكم. انه يتعمل الحظيره التي دخلها المثقفون، وكان جابر عصفور له دور كبير فيها في ادخال كثير من الناس فيها يعني، وفي نفس الوقت يتم التفاوض. كان وزير الداخليه عبد الحليم موسى بيتفاوض مع المعتقلين اللي في السجون بالوساطه. لا الوساطه كمان، الوساطه عشان يبقى فيه يعني وساطه. وكان داخل فيها الشيخ مش عارف مذكر الغزالي برضه، وشعراوي، محمد عماره، وفهمي ويدي، وكثير. اذا الدوله بقى قايمه على رجلين دولت، فدايما بتعمل ايه؟ بتعمل عمليه التوازن دي. نفس اللي بيحصل الان. ويتم التضحيه بالمفكر من اجل ارضاء الايه؟ الازهر مثلا، علشان هو محتاج ايه؟ محتاج خلفيه من الازهر في مواجهه الاخوان الذين يقولون بيحاربوا الدين. تلخيصا للكلام، التحديث عندنا مسيس مفروض من فوق، منقول نقل تسليم مفتاح.
السؤال بقى اللي تطرحه 25 يناير هو ده، هل هنبني على أسس جديدة أم سنكتفي بمجرد إعادة محاولة إعادة إحياء المعادلة القديمة؟ اللي عمله السيسي واللي بيعمله جابر عصفور واللي عمله جابر عصفور كان محاولة إيه؟ إنه يحيوا المعادلة القديمة اللي هي انهارت سنة 67 اللي إحنا شغالين عليها بقالنا 200 سنة وصلنا فيها إلى إيه؟ شيوع الأصولية. ولما بقول الأصولية مش بقصد فيها الأصولية الدينية بس، حولنا الماركسية إلى أصولية، حولنا الليبرالية إلى أصولية، حولنا العلمانية إلى أصولية، فأصبحت هي كلها عبارة عن استبداد واحد بأقنعة إيه؟ مختلفة. أنت بتقولي لي إزاي؟ عالي صوتك شويه. عملنا ليه كده؟ حولنا ليه من انساق الحره الى انساق اصوليه مغلقه؟ لاننا بنعتمد على النقل تسليم مفتاح. مفيش فرق ان انت راح تنقلي عن ابن تيميه او تنقلي عن ابن رشد او تنقلي عن كانت او ماركس او ممكن يكون موقف دفاعي. واحده واحده. انا لسه ما دخلتش على التراث القديم، الكره اللي هو رماها لي يعني على حجر. بس انا عندي سؤال بقى. ده لسه الأسئلة هنفتح باب، يعني احنا قاعدين معاكي للصبح، يعني الدكتورة فاطمة هي اللي هتطردنا بقى. لا مكانكم. إذا السؤال الأساسي اللي بيواجهنا دلوقتي، هل هنستمر في عملية تحديث فوقي بنقل تسليم مفتاح كما ظللنا خلال القرنين الماضيين، أم سنضع أسس جديدة؟ تعالي هنا في مكان. أم سنضع أسس جديدة؟ احنا مين بس؟ معلش عشان أقدر أتابع مع حضرتك، احنا مين؟ يعني في مسند إليه طول الوقت في الكلام، بس احنا يعني الأسئلة دي، هل نحن نون دي بتاع مين؟ احنا مين؟ يعني احنا شفنا جابر عصفور وشفنا الأصوليين وشفنا الدولة، ممكن أعرف هل سنضع احنا مين؟ جميل. طيب ما دام انت دخلت بقى يبقى ناخد نقطتك وناخد نقطته، علشان هو تفاعل مش مجرد منصه، فاتفضلي بقى قولي نقطتك كامله. احنا دي بالعوده الى الفكر من الجمله الاولانيه، بس خليني اقول انه هي بص البلد كده، انا ما بعرفش اعمل المقام ولا التحديث ولا عندي شجاعه يعني بصفه ذات يعني، بس انا ما بقدرش اعمل على مستوايا انا شخصيا. انا يعني حتى لما كنت يعني قضيت وقت طويل في مجتمع النسويه، وانا النسويه ما بعد حساسيه وفقوق ده طول الوقت، بس لا قادره ابقى اقرب من النسويه الاسلاميه ولا قادره اقرب من التراث النسوي المصري، مش قادره يعني مش قادره. طبعا بحترم المجهود، بس انا بحس انه الفجوه دي كبرت قوي قوي قوي، وانه احنا او انا بشكل شخصي عشان مش هقول احنا بشكل شخصي بمثل نفسي اني مش قادره ابقى متسقه بالتراث. فالسؤال انه هل السؤال اللي انت بتقوله انه هنأسس عجله يعني هنعمل حاجه جديده هنندم ونعمل حاجه جديده، ده ليها علاقه برضه بان احنا هنستقرئ ما يحدث وبعدين نعيد انتاج ما يناسبنا بالطريقه بتاعت البحث في التراث؟ يعني لازم اقرا ابن تيميه كله علشان اعمل خطاب ديني متجاوز يعني اوكي. كان عنده نقطة علشان اللي هيقولوا أسئلة بيتعرف عليهم أسمائهم ومفيش حاجة معينة. تعرفنا على الكل يا أشرف، أنت أقول نقطتك علشان يبقى هو مالناش حقك. تمام. هو كان في الطرح اللي جمال بيطرحه يعني إن فكرة إن هي دوجم مختلفة وإن إحنا بنواجه بعض في إطار أصولية عامة في المجتمع كله، بس هي الفكرة إن مين اللي ابتدى بالأصولية الأول؟ يعني أنا إذا كنت يعني بعبر عن وجهة نظري فأنا بعبر عنها بشكل قد يعني يتمظهر إن هو راديكالي، ولكن ده رد على مظهر راديكالي آخر. يعني أنا مش أنا اللي ابتديت أز راديكال، يعني أنا لو واحد جه ضرب عليا نار وأنا قمت اشتريت سلاح عشان أرد عليه، في الحالة دي أنا مش راديكالي، أنا بدافع عن نفسي علشان أجد لنفسي موطئ قدم. فده كان يعني نوع من الطرح أو تبريري للحتة اللي جمال قالها إن إحنا كلنا يعني راديكالز بس بمسكات مختلفة. اسمح لي يا أستاذ، أنا ممكن نظرة أن لا
ليس في العالم العربي فقط الدوغما تتصارع، العالم بأكمله هو عبارة عن أصوليات تتصارع. والحقيقة طوال الوقت أن المسيحية الغربية تحاول أن تصدق نفسها بأنها بعيدة تماما عن الأصولية. أضف إلى ذلك اليهودية وهي أم الأصوليات في العالم الحالي، وتمارس القتل على أساس الدين، وتمارس القتل على أساس العنصري والعرقي في على الأقل في فلسطين، تحاول أن تصدر نفسها أنها بريئة من الأصولية. أقول أن أيضا المفكرين العرب وقعوا في ابتلاع هذا الشرك. هاشم صالح مثلا وهو المترجم الأبرز لأعمال محمد أركون في إحدى كتبه برأ المسيحية الغربية ولم يرى في المسيحية الغربية سوى التنوير، سوى فرنسا التي علمته. لم يكن هو بيقول بهذا الانبهار، لم أكن أعرف كل هذا إلا إذا جئت إلى فرنسا. يعني وكأن فرنسا التي مارست الأصولية في العالم هذه مسقطة من حسابات هشام. كذلك الأمر عند مراد وهبة يبرئ اليهودية في كتاباته، والحقيقة في كتابه الأشهر والأبرز الأصولية زمن الأصولية ورؤية الأصولية في القرن العشرين يبرئ اليهودية من الأصولية، بل يأتي إلى سنة الأربعينيات عقب الحرب العالمية الثانية 47 و 48، ولا يذكر قيام دولة إسرائيل باعتبارها مجسدة لقمة الصراع الأصولي الذي سيشهده العالم فيما بعد ذلك. طب ليه بما فيهم الأنساق الحرة كالليبرالية والعلمانية والماركسية يعني تحولت؟ اعتقادي أن الأمر معتقد مرتبط بأزمة الحداثة وما بعدها، وتكلمنا كثيرا في هذه النقطة. أزمة الحداثة أن الإنسان بالحداثة لم يستطع أن يحل مشاكل بالعلم وبالنسقية العلمية، لم يستطع أن يحل مشاكله، بل تحولت النسقية إلى أصولية جديدة وإلى دوغما وإلى غاية في حد ذاتها. وبالتالي حتى في النقد الأدبي تطلع البنيوية أن الجداول والإحصائيات هي الغرض وليس النص، فيموت النص لصالح كمال أبو ديب مثلا أو لصالح حدى وصفي. يعني هنا يموت النص بالفعل بصدق، فموت النص هنا جعل مع الحرب العالمية الثانية وتشظي حالة الإنسان وعدم الوصول إلى يقين من خلال نسقية العلم ونسقية وصرامة الحداثة، جعلوا يبحث عن فرد بقى العبث في أو بلاش كلمة العبث. الحقيقة العبث خصوصا مع السبعينيات، مرحلة السبعينيات، بس جعلوا يبحث عن يسقط هذه النسقية بالكامل ويعتبرها تفكيرا ميتافيزيقيا. من ثم حدث مع جاك دريدا ومن ثم رفاقه من 66 لما جاك دريدا قدم بحثه الشهير في مؤتمر اللغات والدراسات اللغوية بأنه ترك للعلامة اللعب الحر، وبالتالي أصبح كل شيء حر في هذا الوجود. هذه أيضا صنعت أزمة بديلة بأن جعلت الإنسان أين اليقين. يعني إذا كان كل شيء متاح وكل شيء مباح وكل شيء وارد وكل شيء محتمل وكل شيء يقين وكل شيء وهم في ذات الوقت، يعني بهذه العملية جعل الإنسان يبحث عن ما يسمى باليقين الجاهز، وهو بقى أنه يحتمي مرة بالبروتستانتية مثلا أو بالكنيسة الكاثوليكية أو بالكنيسة الأرثوذكسية بالتراث الإسلامي أو بماركسيته، فيتحول رأس المال إلى الإنجيل يعني أو إلى القرآن، ويتحول ماركس إلى المبشر يعني هكذا أو العكس في الدراسات الأخرى. هذه الأزمة التي يعيشها العالم أنا ما أعتقدش تفسير رد فعل، يعني أخشى من اعتبار الفعل ورد الفعل مبرر لأصولية دون أخرى. يعني بعد إذن بس تعليق على كلام حولك لحظة عشان في نقاط تقلت قبل كده نتكلم عليها وناخد جولة تانية علشان من يعني أنا بفكر في طريقة تفكيركم وطريقة تفكيرنا دلوقتي، يعني كيف ننتقل نحط معيار يعني نقول مثلا هي أصولية وهو التجديد بس ونرتاح أو نتعب. طيب أنا في ثلاث نقاط اتقالوا وكانت في نقطة من اللي طرحها مدحت، هم أربع نقاط. النقطة الأولى الأصولية، النقطة الثانية يعني إيه تراث، النقطة الثالثة إحنا مين اللي أنا عمال أقول عليها دي، النقطة الرابعة عن غياب الإيه الفرد ليه وإيه الجدر بتاع الموضوع ده، والامور دي مرتبطه مع بعضها، الامور بتتداخل مع بعض. وهبتدي من مساله
التراث. لما تقولي انا مش عايز التراث ده في حاجه، يعني خصوصا انا بدعو للنسويه والتراث بتاعي ما فيهوش حاجه، زي ما كان في حد في الستينات يقول لي هو بيكتب قصه، فما فيش في التراث العربي اي حاجه ايه هتفيدني في كتابه الايه القصه. فيحيى حقي كان بيكتب سلسله من المقالات، مش عارف كانت مجله التعاون، ما رضيش يكتب في الاهرام عشان هو هيك لم الناس كلها الكبار في الاهرام، قال لي طب يعني هتبقى كل المجلات كده ما فيش فيها حد خالص يعني، فبقى كان بيكتب في مجله اسمها التعاون الزراعي او حاجه زي كده. فقال له ايه اللغه اللي انت بتتكلميها دلوقتي دي ايه؟ جايه منين؟ حتى لو انها مختلفه لكن الجدر بتاعها جاي منين؟ ان في 28 حرف مثلا، ان في فاعل وفعل ومفعول. التراث ليس المخطوطه، ليس الاثر، التراث هو ما يتسرب في الوعي الحالي من الايه؟ من الماضي ومن السابقين. فالتراث موجود تحت جلدك شئتي ام ابيتي. لكن الاشكاليه بتيجي منين؟ ان البعض بيعتبر ان التراث في مكان ما وفي موضع ما وفي زمن ما هروح ايه امسك بيه. كل محاوله للعوده للماضي انت تخلق الايه الماضي، كل محاوله للعوده للتراث انت بتصنعي الايه التراث. فالتراث ده وعي داخل الذهن وليس ايه منفصل عن الذات. فلما تيجي تحبي بقى تمشي وتعملي النقله، النقله هتبقى فين؟ داخل عقل البني ادم قبل ما يكون ايه خارجه. عمليه التحديد بتاعتنا كلها قامت على ايه؟ محاوله تغيير الواقع، ولم تهتم باللي جوه الايه لا. فنظرنا للناس على انهم مجرد ايه ديكور في المشهد. من هنا يجي ان المثقف عمره ما اعتمد على الناس لانهم مجرد ايه ديكور في المشهد. السياسي عمره ما اعتمد على الناس لانهم مجرد ايه اصوات ديكور في المشهد. نستدعيهم الجماهير، وقت الحال الجماهير. والجماهير دي ايه؟ يعني حاجه كده حاجه ملهاش لا راس ولا رجلين يعني. ويعبروا عن اراده الجماهير، بيعملها الاصولي الديني، بيعملها الاصولي العسكري، بيعملها الاصولي المدني، بيعملها الاصولي الليبرالي. الناس مجرد اداه تستخدم للوصول. ده هو ايه كل هدف ان هو يوصل السلطه لفرض مشروعه بالايه بقوه الدوله. الاخواني قاعد 85 سنه بيعمل ايه؟ بيجهز نفسه عشان يوصل للسلطه اللي هي ايه يفرض بيها مشروعه بالايه بالقوه. لو اليسار هيبقى نفس الشيء، لو الليبراليه هيبقى نفس الشيء. احنا مين؟ لو انت بتتكلم بالمعادله القديمه هيبقى احنا الايه هو الايه السلطه والنفوذ والدوله لان هي دي اداه الايه التغيير. انما لو عايز تبني حداثه من تحت يبقى احنا ايه كل فرد بدايه منين؟ منك انت. رحله الوعي والتغيير داخل الوعي تبدا منين؟ من وعيك انت. ما انا جوايا انا برضو الذكوريه بتاعت المجتمع، حتى لو حبيت الغيها من الوعي بتاعي هي موجوده في الايه في اللاوعي. لان ده احنا بنعيش في سمك في ميه، الميه دي هي الثقافه بتاعت الايه المجتمع. فبدايه تغييرها تغييرها فين؟ جواك انت. اكل الدكتاتور جواك انت، اكل الابويه جواك انت. مش معناها ان حاجه شخصيه وان النظام القديم بقى اللي يعني كل واحد لو هو نظف قدام بيته المدينه هتنظف، لا. الموضوع اكبر من مجرد ايه افراد، هي منظومه ورؤيه للعالم سائده في الثقافه. بدون التعامل مع تلك المنظومه هنظل في ايه في مجرد ترقيع. الاصوليه، انتقال البشريه من مجتمع زراعي لمجتمع صناعي خد قرون طويله. من بداية الثورة الصناعية والتغيرات اللي حصلت دي، معدل التغير في حياة البشر ايه؟ بقى سريع. بصوا بس على ال 30 سنة الأخيرة في حياتنا احنا. ما بين ما قبل الإنترنت والتليفون المحمول
وما بعد الانترنت والتليفون المحمول. فالعالم بتاعك بيتغير بسرعة شديدة. لما يكون العالم المألوف لك بيتغير بسرعة شديدة، مش كل الناس رد فعلها بيبقى ايه؟ واحد، في ناس تقدر تتوافق مع التغير وايه؟ وتتماشى بقى. في ناس كتيرة تعمل ايه بقى؟ تحاول ان تثبت عالمها الذي تألفه، وان لم تكن هناك ثوابت يخلقونها. الثوابت دي هي ايه بقى؟ الأصولية. الأصولية معناها بتثبت شيء معين. فممكن واحد يبقى الثوابت بتاعته ايه؟ دينية، قومية، على حسب الهوية، على حسب المذهب، على حسب. فكل واحد يحاول يثبت العالم اللي هو ايه؟ بيعرفه. وخوفا من حالة التغير الايه؟ لأنك انت بتجذبه إلى عالم مجهول. وده شيء مخيف. مقارنة بحالة الايه؟ اليقين. هو عايز يعرف هيخش الجنة ولا هيخش النار وهيخشها ازاي؟ إنما لو قلت له إن العملية ايه؟ على حرف، أو زي عمر بن الخطاب، لو أن إحدى قدمية في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. ده هو عايز إيه؟ ثوابت. قول لي إيه الطريق؟ قول لي إيه الحل؟ ولذلك أنا بأهاجم كتير جدا من الناس، لأنه عايز إيه؟ عايز أقول له على إيه؟ الإجابة ويمشي ورايا. فلما أقول له إن الموضوع ما هوش بالشكل ده، بيهاجمك. ولذلك أنت لما تيجي تتكلم عن حقوق المرأة في مجتمع لسه أساسا ما أول ناس هتحاربك مين؟ المرأة. لأنك بتغير العالم المألوف الفاميلياريتي بتاعتها. ده مش حاسة. فلا بد أن نبدأ منين؟ من اللي جوه عقول الناس. مشكلتنا أن أنا بروح أجيب أفكار وفلسفات وأعتقد أن هي الصواب وأحاول إيه؟ أفرضها على الناس بالقوه، باستخدام بقى سلطتي اذا كنت استاذ في الجامعه او مسؤول في الحكومه او وهكذا. ان لم نبدا من الوعي الذي داخل عقول الناس سنظل في الدائره المغلقه. وهدي مثال واحد. شوف التعامل مع البياعين الجائلين في القاهره خلال 6 شهور الماضيه. قايمه على ايه؟ على الجبر وعلى القوة وعلى العنف. عمرها ما قامت على ايه؟ حط قواعد لأي شيء. وده المحك فيه ان احنا نبدأ بالتغيير من داخل الثقافة ذاتها، ما نكتفيش بالتغيرات الظاهرية. وهقول حدوتة صغيرة، يعني هي نهاية الكلام ولسه ما كلمتش على غياب الفرض، نأجلها للنهاية. واحنا اطفال في البيت عندنا، وكنت سن 13 سنه، كنا عملنا دستور للبيت وكتبنا نصوص دستور وقانون واجراءات وعملنا انتخابات. كنت اكبرهم سنا، وكان عندنا اخويا الصغير كان عنده مثلا 3 سنين، فكلهم انتخبوه هو. لما عملنا انتخابات اختاروا اللي هو ما بيعرفش ايه يتكلم، لانهم خايفين مثلا من ايه؟ من سلطتي ومن سطوتي، فاختاروه هو مثلا. الفكره هنا ايه؟ الفكره ان بدون تغيير داخل الثقافه وداخل الوعي هيبقى كل المنتجات الحدثيه من ديمقراطيه وانتخابات مجرد حبر على ايه؟ على وعي. بدون الحركه داخل داخل الثقافه ذاتها هيبقى مجرد اجراءات شكليه تستأسد من داخلها الايه؟ الاصوليه، ويستأسد من داخلها الاستبداد. والنقطه هسيبها للنهايه بتاعتها.